يوم الخميس 12 يناير 2017 المروحيات الروسية تشارك في الغارات على قرية تبسيمة في وادي بردة. يوم الخميس 12 يناير 2017 غارات متواصلة للطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على قرية بسيمة في وادي بردة. يوم الخميس 12 يناير 2017 طيران مروحي يواصل القاء البراميل المتفجرة على قرية بسيمة في وادي بردة. يوم الخميس 12 يناير 2017 عاملة الدخان والغبار المتصاعدة جراء انفجار البراميل التي تلقيها مروحيات النظام على قرية بسيمة لليوم 23 على التوالي لحملتها العسكرية على وادي بردة.